الحياة البرزخية الحكم فيها على الأرواح، الدنيا الحكم فيها على الأبدان والأرواح تبع، والآخرة يجتمع فيها الاقتران بين الروح والبدن في الأحكام. أما الحياة البرزخية فالحكم فيها على الأرواح والأبدان تتبع. ما يتعلق بما يكون في القبور، القبور أول ما يكون فيها سؤال منكر ونكير، وهو ما يعرف بفتنة القبر والامتحان الذي يمتحنه الناس، وقد جاءت فيه أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي منقولة نقل مستفيض لا يمكن أن يتواطأ أصحابه على الكذب. فثبوت سؤال الملكين للمقبور ثابت بأدلة يقينية بلغت حد التواتر، والسؤال عن من ربك ما دينك من نبيك. ثم بعد هذا السؤال الناس ينقسمون إلى قسمين، أهل نعيم وأهل عذاب، معذبون ومنعمون.